فضيلة النظافة. Good morning يا أطفالي، إزاي حالكم؟ Good morning يا شطور، إيه أخبارك؟ Good morning يا سكورة، أنا كويس أشكر ربنا. تصدق يا شطور، شفت حاجة غريبة خالص. خير يا سكورة، قوليلي. شفت قطة في الشارع بتحفر بإيديها حفرة صغيرة وتقعد عليها، وبعد شوية تغطي الحفرة مرة تاني. دي قطة نظيفة خالص. إزاي يا شطور؟ القطة بتعمل باسكت صغير تحط فيه مخلفاتها وفضلاتها، يعني البيبي بتاعها، وبعدين تغطيه عشان ما يضايقش حد. يا سلام يا رب، القطة بتحط الزبالة في باسكت وأنا برمي الزبالة في الشارع. لازم تتعلمي من القطة دي النظافة يا سكورة، النظافة من الإيمان. كلام جميل، أنا هبطل أرمي الورق في الشارع، هشيله في جيبي لغاية ما الاقي باسكت أحطه فيه. برافو عليك يا سكورة، دي النظافة من الإيمان. شكرا يا شطور على النصيحة، ودلوقتي هسيبك علشان ألحق المدرسة. باي باي يا أطفال. Good morning يا ميس، ازيك؟ Good morning يا سكورة، انا كويسة اشكر ربنا. انا عملت الواجب يا ميس، وكمان حضرت للدروس اللي هناخدها النهاردة. برافو يا سكورة، بس النهاردة قبل الحصة هنعمل نشاط النظافة. نظافة؟ ده انا مش عاملة حسابي. النظافة من الإيمان. صحيح، بس هنعمل إيه؟ هنكنس الفصل، وهنمسح الكراسي، وهننظف المطبخ. لا 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 لا، كله إلا الكنس والمسح. دي النظافة من الإيمان يا سكورة، والدول المتقدمة هي الدول الأكثر نظافة. شوف القطة بتعمل إيه؟ شفتها شفتها يا ميس، أنا معاكي، يلا يا صحابي ننظف مع بعض. كمان بعد ما ننظف الفصل والمطبخ هنطلع مع بعض في الشارع بتاعنا عشان نكنسه، مش ممكن نسيبه وسخ كده. كمان الشارع؟ هو احنا هنروح امتى؟ اولا النظافة، وبعدين هناخد الحصص بتاعتنا. النظافة من الايمان يا اطفال. وادي المقشة، وادي نظافة، وكمان نظافة، كله هيلمع، الفصل والمطبخ حتى الشارع هيلمع. النظافة من الإيمان، ضرورية لكل إنسان، نحافظ على كل مكان أن يكون نظيفا. النظافة من الإيمان، ضرورية لكل إنسان، نحافظ على كل مكان أن يكون نظيفا. يا سلام يا ميس، دي النظافة حاجة حلوة خالص، المكان بقى نظيف، ودورة المية ريحتها حلوة، والمطبخ كمان، حتى الشارع بقى نظيف. دي حاجة تفتح النفس للمذاكرة والشغل، وكل حاجة حلوة. مش قلتلك يا سكورة النظافة من الإيمان؟ فعلا يا ميس، أنا هنظف على طول جوه وبرة، هبطل أرمي ورق في الأرض، حتى ورق الحلويات هحطه في جيبي لغاية ما الاقي باسكت. كمان انتم يا اطفال لازم تنظفوا، اوعوا حد يقول انا صغير،
حط الورقة في الباسكت، نظف حجرتك ونظف المطبخ كمان الشارع، حافظ على نظافته وخلي بالك من نظافة بلدك. كمان الدبان، أنا جبت مضرب دبان، شوفي هتخلص من كل دبانة موجودة، ولما نشيل الزبالة أول بأول الدبان مش هيلاقي حاجة يقف عليها ولا يأكل منها، هنخلص منه خالص، أصله مؤذي وبيجيب أمراض. أنا مبسوطة خالص منك يا سكورة، دي النظافة من الإيمان. ودلوقتي أقول لكم باي باي يا أطفال. النظافة من الإيمان ضرورية لكل إنسان، نحافظ على كل مكان أن يكون نظيفا. النظافة من الإيمان ضرورية لكل إنسان، نحافظ على كل مكان أن يكون نظيفا. سوف أحافظ على نفسي، على طعامي، على ملابسي، سوف أحافظ على نفسي، على طعامي، على ملابسي،